تعرف كم نسبة كبيرة من العمانيين؟ احنا كلنا اذا كل الشركات نظرت الينا نفس النظرة هذه، من بيوظفنا؟ ما في قواعد وقوانين معينة تمشي على كل البشر، وما اتكلم عن المجتمع العماني، المجتمع الشرقي بشكل عام يحس انه هو يقدر يعني يقول لك ليش وكيف. هي قد تكون اشياء او معتقدات او اراء انا اؤمن بها لنفسي، لكن الغير حر فيها تماما. ايش دورك؟ ايش دورك اللي انت قمت فيه؟ هل انت تحسب ان هذه البيئه او الارض او المصادر والموارد البيئيه موجوده للابد؟ من خبرك هذه النكته؟ خلينا الحين حلوين وطيبين. كرك حوار مشترك بين الشبل والهناء، يركز معنا واستفيد يا الحبيب. تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليد. بودكاست بودكاست لا 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 بودكاست 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 لا 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 بودكاست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطيار. اللي ما يعرفني أنا اللي مغني أغنية المقدمة. الحلقة هذه بتبدي من النص لأنه صار شوية خطأ عندنا. أهم شيء جهز دلة الكرك واستمتع بالحلقة. سلام. عشان المشاهد ما تجسم خلاص. فهذا أنا أقدر أعتبره من التساؤلات الوجودية. ليش أنا موجود؟ وش هدفي؟ أنا وش فايدتي في الحياة؟ إنزين، في ناس واجد عندهم هالتساؤلات بس حتى يخاف نفسه يسأل، لأن أنا إذا سألت ما عرفت الإجابة بتوقف حياتي. إنزين، هذه النقطة، هذه النقطة الأولى معي صح؟ إنزين. النقطة الثانية اللي ذكرناها هو شيء اللي موضوع العجلة. أوكي. النقطة الثالثة اللي هي موضوع التجربة. حلوين حتى وجالسين نرسم الحلقة من أول وجديد. إنزين. إنزين. الموضوع العزلة، في ناس وايد يعاملوا العزلة إن أنا بكتشف نفسي وبكتشف ضالتي اللي هي في هذا التساؤل الوجودي. إنزين، بحصل جواب لما أنعزل مع نفسي وأجلس أفكر. إنزين. في الجانب المقابل أنا أحس، إنزين، بده هنا أنت عاد لازم تخبرين وجهة نظرك من تجربتك. إنزين، أحس إنه ما بتعرف إجابة التساؤل الوجودي إلا لما تجرب من ثم تروح للعزلة. اوكي. زين. اوكي. وجهة نظرك هذا الموضوع. اوكي. وجهة نظري بتكمل؟ انا بكمل حاجة بس انه في اشخاص، زين، هم بنقدر نقول اتجاه ان العزلة، ان انا عزل عن الناس وكذا بكتشف نفسي، هو يضيع وقته وممكن يكتئب زيادة ويضر نفسه زيادة. زين. الأشخاص الثاني يقول لا، أنت ما بتكتشف إلا لما تجرب، وهذا الشيء اللي أنت تسوي، إن أجرب واحد اثنين ثلاثة أربعة. زين. عندش المايك. أوكي. أنا شوف، وصلت إلى هذا الاستنتاج اللي أطبق عليه، يعني أطبقه في كل شيء في حياتي. ما في قواعد وقوانين معينة تمشي على كل البشر. الشيء اللي يناسب محمد ما بالضرورة هو اللي يناسب دارين، والشيء اللي يناسب دارين ما بالضرورة يناسب كل خلق الله. وبالتالي إذا أنا يعني طريقتي الأفضل للوصول إلى أهدافي أن أنا يعني أعزل نفسي وأقضي بعض الوقت بيني وبين نفسي، يعني في تساؤلات وتأملات واو بعدين طبعا لازم تنتقل إلى مرحلة التجربة ومرحلة التطبيق على الواقع. صحيح. في ناس لا، ما يعني ما تضطر، ما تحتاج هذا الوقت الطويل للتأمل وال التدبر يعني في الكون وإيش أنا إيش مصيري وإيش بسوي، على طول حارب حار يعني. أنت بين وبين، نقدر نقول بين وبين تجربة مع العزلة، خليط مشترك أو أنا شوف، أنا يعتمد على الشيء نفسه. يعني أنا في أشياء يعني اللي هي شوية أكبر من دوري، مثلا أنه أريد أتعلم مثلا الخط العربي، أو مثلاً أريد أتعلم التسويق، وأنا هذا ما تخصصي. هذه أشياء سهلة ممكن يعني بسرعة أتخذ فيها قرارات. حلو. وفي أشياء اللي شوية أسئلة أكبر مني، وهذه وجدت أن أنا مرات يعني تسوي لي تشويش كبير. مثل؟ يعني إحنا ليش هنا وإيش فايدتنا وأنا إيش ممكن أسوي؟ كذا أحس أن الأسلاك في رأسي تبدأ تتشابك. هذيك الساعة أنا أحتاج العزلة، أحتاج أن أنا أكون وحدي، أرتب يعني أفكاري بالضبط. لأن أنا يعني مع الأسف أنا عندي هواية يعني ما أعرف ليش طلعت لي، اللي هي اسمها كثرة التفكير.
فأنا أوكي. من النوع من الناس اللي يعني أعطيني مواضيع وخلاص خليني. بتشوفني أنا مخي طول الوقت قاعد يسوي حسابات ويحلل وا 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 وأنا نايمة وأنا قايمة يعني. هو صغير طبيعي بعيد عنك. فما دائما أوصل لهذه المرحلة، بس مرات شوي يثقل الحمل علي أشياء حياتية، مثلا وظائف أريد أقدم عليها، حياتي الدراسية مثلا أو شيء، فهذه كلها تبدأ تصير ثقيلة وايد علي. هذه الساعة أقول ستوب، أحتاج بريك. أوكي. فهنا تحدث العزلة. إنزين، تحدث العزلة معها بريك، ممكن ندخل سيدة في اللي هو محور السفر. أوكي. دارين والسفر أحد ما في تقريبا على، إذا بتحطي مثلا 3-4 بوستات لازم 3-4 بوستات 10 عن السفر. إنزين، مدى من سافر ويش السفر كيف السفر. يمكن عشان حياتي العادية مملة، فيعني هذه الأشياء اللي أنا يعني أقرر أن أنا أشاركها مع الناس. إذا يعني السفر هو مخرج أو هواية أو إيش بالضبط؟ ناقشة كفكرة، أنا ما ناقش على يعني كسفر كعادة، هل السفر ويش ليش نسافر؟ مثل ما قلت لك بالضبط، مثل ما قلت لك اللي يمشي على أشخاص ما لازم بالضرورة يمشي على أشخاص تانية. صح. فالحين أنا يمكن الناس تقول آه والله دارين تسافر وكذا، هي مجرد خيارات. أنت في النهاية وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي القنوات اللي أنت تستخدمها هي ملك لك. صحيح. فأنت تختار إيش تشارك. فمثلا أنا ممكن أنا يعني حياتي الشخصية أو مثلا حياتي الوظيفية أو شغلي، وايد ناس تسألني دارين أنت إيش تشتغلين، بس ما تصرحي أبدا، بس أنا ما أقولهم لأن أنا في النهاية هذا اللي أنا قررت أشارككم إياه. فالحياة أولويات وكل واحد يختار، وأنا ما أؤمن أن أنت يعني تقدر تحكم على الشخص بالمحتوى اللي هو يقدمه، لأن في ظروف وايد تدخل في الموضوع، ما بهالسهولة. أوكي، حلو 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 حلو. إنزين، أنا هذه النقطة تساؤلات وجودية قرار البحار ودي عيني عليها ما أعرف ليش، لأن شكله في وايد تساؤلات وجودية. إنزين، هذه نقطة أحسها فاني حطنا آخر شيء، بس بقولنا هذا اللي هي إنه ويش سالفة كاظم الساهر. والله أنا شفت قبل وبعد يمكن تقريبا 20 سنة أو 15 سنة كذا تقريبا. فويش قصة كاظم الساهر؟ هو من الأهل والله، هو ما عنده خبر. كيف بعد كيف يعني؟ لا يعني كاظم الساهر وغيره من الفنانين يعني خالد الشيخ، ماجد الرومي، أم كلثوم، عبد الحليم، هذه كلها يعني مقرونة بيعني خيارات الأهل، أبوي وأمي وكذا، وإحنا صغار سبحان الله كنا نكرهها ومنطق نسمعها، الحين لما كبرنا صرنا ندندن ونقوله هنا الدنيا. إن أنت التقيت فيه لما كنت صغيرة؟ التقيت فيه تخطر. لا ما التقيت، هذا كان بوستر. لا أعرف في كم والله على مالي حقيقي بثنيت بوستر؟ لا لا اللي صغيرة حقيقي. والله عبالي تناخذش يعني يا جماعة الخير، لا تصدقوا كل شيء تشوفوا في السوشيال ميديا. بالضبط، شكرا جزيلا. إذا هذه النقطة راح توضح هذا والله مشت علي أنا يعني. مشت علي يعني عادي واجد أشياء على أهم شيء يعني على الأقل جت على هذه ما على شيء. أوكي إنزين، في مرة من المرات كذا فجأة بين كل كمية الإيجابية كلها، إنزين وهنا نرجع عليها موضوع التساؤلات الوجودية، أتوقع أنه لها دخل كبير، كمية إيجابية دارين المبتسمة الفرحانة لكل شيء، فجأة كذا بوست وجودي أن أنا ملكف أو كنت تقول أنا فشلت، أنا انهزمت. أي واحد فيهم؟ والله ما أذكر، يمكن 2018 هو 2018، لكن الفكرة ما فيها أنه أكيد في أشخاص مروا بنفس هذه المرحلة لكن يستمر أنه يمثل على نفسه. وإيش الفكرة من أن أنا أعترف قدام الناس كلهم أو قدام بنقول أن أصدقائي أو مجتمعي الانستجرامي أني أنا فشلت وانهزمت؟ أوكي، هل أن تريد تخبريهم أني أنا إنسانة طبيعية؟ إنسانة طبيعية صادقة معكم، ما كل اللي تشوفوه أنت، بس تشوف الحاجات الحلوة. فأنا ممكن أراويكم الجانب اللي هو المهزوم نوعا ما.
شوف أنا هويتي على الإنستغرام لم تكن شيء أنا خططت له. أنا ما قلت أن أنا أريد أكون إنسانة إيجابية واللي يشوف الصفحة مالي يقول الله هذه طول الوقت ابتسم هذه ما خططت ولا في بالي أبدا. هي يعني حرفيا يعني انعكاس لي حياتي. أوكي. أو طبعا بعض الأجزاء من حياتي. فمثل كل بني آدم طبيعي في الخير وفي الشر في الزين والشين. وأنا أحس أن هذه الواقعية جزء كبير من مني أنا. يعني أنا قلت لك قبل ما نسجل قلت لك أنا ما أعرف أكذب. هذا هو المطلوب. فأنا يعني اسألني في شيء مثلا أنا ما أتفق معاك أو كذا أو لي رأي يعني معين ما 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 بقص عليك ما بقول لك أنه والله هو شيء ثاني وكذا. عشان كذا قلت إنه في سبب ليش هذا الموضوع نوع من المشاكل في المقابلات الوظيفية. أي والله يعني أعطينا أمثلة قصص. الناس تحب تسمع قصص. شوف الله يسلمك. عشان يعني نختصر الحديث شوية مزعج نوعا ما. أوكي. الناس تحب هذا الحديث على فكرة. هذه بالذات كانت وظيفة قدمت عليها وبغيتها كثير يعني وخذت يعني اختبارات متعددة وكل مرة يقولوا لي دارين شاطرة وكذا ونريدك وما أعرف إيش وكذا. وقعت. بعدين بعد فترة سويت الفحص الطبي قالوا لي أنت مريضة ما نقدر ناخذك معنا. قلت لهم زين أوكي وضحوا لي الأسباب. يعني فاين أنا مريضة أوكي عندي أو ما أحب أقول كلمة مريضة عندي مثل يعني حالة خاصة يعني من هذا. قلت لها إيش هي الاحتياجات اللي تتطلبها هذه الوظيفة اللي أنا ما أقدر أنا أقوم فيها. أنا نتكلم عن وظيفة مكتبية. قالوا لي ما تقدرين تسافرين يعني للداخل داخل عمان. قلت لهم أوكي أنتوا تعرفوني رويكم حسابي. أنا وصلت كوبا ما بوصل داخلية ولا يعني لأن السالفة كان فيها كثير. أولاً خذت وقت طويل. ثانياً كان فيها كثير مثل build up اللي هو يعني مثل بناء للمشاعر والتحمس وخلاص وأنا ببدأ أسوي شيء جديد وكذا. وحتى الأخبار طلعت يعني ما بين هذا في كل شيء يتفركش بالضبط. وكان على نهاية السنة فأنا قلت راح أبدأ السنة الجديدة وظيفة جديدة بداية جديدة أحلام وردية أقول لك. وبعدين قالوا لي هذا الكلام. وطبعا أنت يعني هذه بعض الأشياء اللي مثل ما قلت لك لازم تقول أوكي وتسكت move on. Yes and move on لأنه للأسف الخيار ليس بيدك يعني. أكيد. مع أني أنا يعني يعني ما سكت ورحت وكلمتهم وقلت لهم أن أنا أريد أجلس وأريد أسولف يعني وأقول لكم أن أنا وطبيبي مثلا ممكن نثبت أنه كلامكم يعني ما يعني بالضرورة يعبر عني يعني في النهاية أنا أقدر أقول لك أنا أقدر ولا ما أقدر أسوي هذا الشغل. شفتوني ما أقدر ممكن تخلوا عني بالضبط. أو في النهاية الأسباب اللي تدعو مؤسسة أن هي توظفك هذه كفيلة أن هي تثبت للمؤسسة أنه أوكي أنا أريد هذا الموظف. يعني أنا إذا ما اجتزت الاختبارات بيقولوا أوكي ما مشكلة هي ما زينة ما بغيناها مثلا أداها ما هذه أتفهم لكن ما أنه بعد اجتياز كل هذه المقابلات. فمثل ما قلت لك السيستم هو كذا. وهذه نقطة يعني أنا ما جاي تكلمت عنها قبل بصراحة خاصة سالفة أن أنا كان فيها يعني سالفة مرض وكذا وما أعرف إيش يعني ما تكلمت عن هذا الموضوع أبدا. كل ضيف كل حلقة لازم يقول شيء أول مرة يقوله حتى أهله ما يعرفه. هذا يدل على شيء يدل إنه بودكاست كرك يعني نسوي لهم مش شيء صح بالتأكيد نسوي لهم شيء في الكرك نخليهم يقولوا كل شيء. والله شوف أنا يعني أقول هذا الكلام لأن أنا يعني أحب إن أنا أعتبر نفسي يعني في هذا الشيء على الأقل أنا يعني كنت سفيرة أو مثلت كل البنات والشباب اللي عندهم يعني مثل
حالة تمنعهم من أن هم يعني يقومون بالمسؤوليات اللي عليهم حسب الإطار المطلوب. أوكي. أوكي. يعني أنا مثلا ممكن أنت تمسكني وتمسك شخص ثاني تطلب منه وظيفة، إحنا سنيناتنا رح ننجز المهمة، لكن هو بينجزها بالطريقة اللي الشركة تريدها وأنا بنجزها بطريقة more creative، إبداعية أكثر، لأن أنا عندي ظروف تمنع أن أنا مثلا أسويها بالطريقة المعتادة اللي كل حد متعود عليها. وأنا أظن أن هذا الشيء بالعكس يعني مثل ميزة تنافسية، لأن أنت الشخص لما تحس أن أنت يعني سبحان الله يمكن عندك بعض الأشياء اللي تمنعك من أن أنت تكون مثل الأشخاص العاديين، يكون عندك حافز أن أنت تعطي أكثر وتكون أقوى في الأداء. فأنا هذه رسالة لكل ربعي، كل اللي عندهم ثلاسيميا، كل اللي عندهم أمراض الدم الوراثية اللي هي يعني ما أعرف كم نسبة كبيرة من العمانيين. إحنا كلنا إذا كل الشركات نظرت إلينا نفس النظرة هذه، من بيوظفنا؟ من بيقول إنه من بيحسسنا إن إحنا قادرين نكون أشخاص فعالين في المجتمع؟ فهذه من الأشياء اللي هي مثل يعني مثل نماذج، مثل أطر، مثل أحكام. أنا سمعت عن هذا الشيء وأحس إن أنت ما تقدر، لكن أنت جلست معي تعرف أدائي، تعرف هذا. زعلت، ما أقولك أني ما زعلت، ويعني كانت فترة شوية عصيبة بالنسبة لي. لكن مع مرور الوقت كيف يعني كيف استوعبت أنها كانت خير؟ أكيد أكيد بطريقة أكيد، أكيد. ما عندك أي فكرة يعني. صحيح. الحمد لله رب العالمين، وسبحان الله يعني جزء من الواقعية إنه كلنا بين فترة وفترة تجينا هموم أو تصير لنا أشياء في الطريق نقول يا ربي ليش ما يعني، لكن بعدين تستوعب يعني هذا اللي صار، هي خيار اللي صار، كيف رب العالمين يعني خطط لك إياها بطريقة وطلعك منها إنسان أقوى وأفضل وعطاك فرص أحسن. الحمد لله رب العالمين. احنا ما نعرف خير الا بعدين يعني. اوكي مثلا انت سويت اكتست المقابلات كلها والاختبارات واثبتي ورجعتي وكلمتيهم زين، بس في النهايه انه ترى ما بيتحقق ان في شيء ثاني اجمل ينتظرني. وانا اؤمن ايمان كبير ان هي ما سالفه اوكي خير وخلاص. لا لا لا، انت الله يعني رسل لك رساله من خلال هذا الموقف. يمكن تألمت شويه، لكن في رسالة، في درس حالك. يمكن أنا مثلا ثقتي بنفسي مثلا ما خلتني أنه أنا أجتاز هذا الموقف كما أريد، فأنا لازم أنا وحدي يعني. طبعا نحن يعني أنا كوني في هذه الحالة عندي طبعا بعض التساؤلات وأحس أنه أنا يمكن أكون أقصر في شيء ولا شيء، لكن لا، هذا الموقف قال لي لا دارين، أنت حالش من حال كل البشر، وكل الناس عندها يعني شيء مثلا ما تقدر تكون في مثلا بيرفكت او مثاليه 100%، وهذا جزء من طبيعتنا كبشر. اكيد اكيد. تعرفي انا عندي تحفظ على موضوع اللي هو انه يتم رفض الشخص بناء على عذر طبي. اوكي، في وظائف تحتاج مثلا قوه بدنيه تكون مثلا مخصصه فقط للذكور، يعني ندخل احنا برنامج ذكوري متحفظ، لا نحن خلاص بدينا نجيب من الجنس الناعم اللطيف. إنزين، فالفكرة ما فيها أنه مثلا عندي صاحبي إنزين تقدم على وظيفة في سلك معين بس في مختلف المجالات، تقريبا نفس الاختبارات، نفس الاشتراطات، نفس كل شيء إنزين، في كل مرة يتم رفضه بسبب أنه عنده مشكلة في الدم. هو مثلا ما يعاني مثلا من متلازمه مثلا ثلاسيميا ولا شيء، ما يعاني شيء، بس اقول انت عندك مشكله في الدم. وانا كنت اقول له لا، في واسطه تدخل وتضيع عليك وظيفتك، في ناس يشيل وظيفتك انزين، فكل اللي عليك انت تسويه انك انت بس تستمر، لانه يوم من الايام ممكن انه ما حد يستخدم الواسطه ويدخل بدالك، فانت تكون من نصيبك. وفعلا تو هو موظف في نفس الوظيفه اللي كان يريدها واللي رفض قبل سنوات انزين لعده مرات بسبب انه عنده هو مشكله في الدم. يعني هل المشكله اختفت تو زين، هو لان في شيء ثاني تدخل؟ أيوه. في الموضوع انا احس انه حتى هذا ممكن هو اوكي قولوا لها هذه تراها ما بدك اجتاز اختبارات، شت اجتازتها
سووا اختبار طبي ورسبوه فالموضوع انه لا ما اعتقد ان هي بهذا الشكل. في في يعني شوف بس في في من هي شوف من ناحيه ان هي يعني حصلت يعني مثل القانون هي حصلت بطريقه قانونيه جدا فعشان كذا انا ما اقدر اسوي اي شيء ثاني. فهذا هذا المنطلق اللي انا قاعد اقول لك عليه. بس هي الفكره ان انت كيف تتعامل مع الموقف اللي يصير لك كذا. يعني يعني انا احس ان جماليه هذا القصه في العبره فيها ان ترى نفس الشيء اللي صار معي انزين ترى صعب اكيد صار مع واجدين بس اذا انا كنت اكيد كلكم تقدروا تجازوا واللي ما صار معهم ترى ممكن يصير معكم صحيح. خصوصا تو الباحثين على عمل ما شاء الله. انا ان شاء الله باقي لي فصل واحد بدخل في الهاشتاج اوكي هاشتاج الباحثين على عمل. لا ان شاء الله بتحصل وظيفه بسرعه من هذا هو مشروعنا ترى. لكن بعد ما نحصل من رواتب للان شويه الجيل النقطه اللي جالس انا اسحبها من ذيك الساعه اللي هي البيئه داري والبيئه. وش تعني ليش البيئه؟ البيئة يعني هذا رفيقتي من ال يعني ما أريد أقول الطفولة بس يعني من أيام الجامعة. الله يسلمك. أنا والوالد علاقتنا يعني واجد قريبة قوية وهو يشتغل في البيئة. حلو. فرويدا رويدا يسحبني معاه دارين خلى محاضرة هنا خلى رحلة هنا خلى ما أعرف إيش. بعدين هو كان جزء من الفريق المؤسس لجمعية البيئة العمانية ما شاء الله. وكنت أنا في الجامعة هذيك الأيام فقلت له أوكي خلينا نسوي فعالية إنه نحاول يعني نجيب أعضاء من طلبة الجامعة. وسوينا فعالية في جامعة سلطان قابوس على أساس نشجع الطلبة إنه ينضمون للجمعية. ومن هذاك اليوم يعني تخصصي مشروع تخرجي تخصصي الثاني ومشروع تخرجي الثاني في الماجستير وظيفتي الحين كله على بعضه وكله بيئة. أفكر أنا ترى حالي من حالك أول مرة أعرف هذه المعلومة بس كنت دائما أشوف أنه مسابقات الخطابة البيئية كانت في تقريبا في دبي وفي دبي وفي مسقط. تحكيم ولا خطابة؟ اللي في دبي كنت أحكم بس في مسقط أنا عضو مجلس إدارة فيعني ما ينفع. اوكي لا يعني انا اقول يعني يعني هل هذا شيء تطوعي ولا هو شيء بس تو فهمت انه هو هو تطوعي. ايوه جمعيه البيئه العمانيه شغل تطوعي بحت يعني انا وظيفتي صح مرتبطه بالبيئه لكن منفصله عن جمعيه البيئه العمانيه. ايوه فانا تطورت من عضو بعدين صرت عضو في مجلس اداره يعني ترقيت. جميل 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 جدا. بعد ان شاء الله في مكان يصير فيه ترقيات. ايوه انا شكلي ما دخلت هاشتاج الترقيات انا خلينا الحين حلوين وطيبين هذا تحت الهواء اجيب كاركثان وكثر لا شيء سهل كثر في هذا شيء مره المرات افاجئ بالاسئله مره المرات قدنا مشكلة هذا الانستغرام مشكلة من هو؟ يعني كيف؟ خلاص بصير حسابي برايفت سو برايفت لكن عادي ما مشكلة لأي حد يريد يصيفه ولا شيء جماعي أنا ممكن أدخل الحساب عندي أكسس. قلت إنه إذا تريد تعيش في مجتمع وراسك مرتاح اسمع كلامه. أوكي إنزين وش كنت تقصدي بالمقولة؟ بالرغم من أن اللي أشوفه أنا قلت هذا الكلام أنت قلتي واجد إنزين فالفكرة وما فيها انه انت قلتي هذا الكلام بس الشيء اللي تسويه انت عكس انت يعني عندي الشخصية مستقلة نوعا ما نقدر نقول لشخص يعني دايما ما اعرف انا هذا الشيء اللي في جوانب من شخصيتي ما اظهرها للناس اكيد. اوكي انا اتكلم عن الشيء الظاهر او الجزء هذا الجزء الظاهر هو شوف انا في هذا البوست بالتحديد كنت اتكلم عن يعني اهدافك ومبادئك والفرق بين الاشياء اللي ممكن يعني كذا تمشي على نفسك ومثل ما قلت يعني تسمع الكلام وفي اشياء ما تقبل القسمة على اثنين فهذا الفرق اللي كنت اتكلم عنه. أوكي. وأنا بالنسبة لي يعني أنا أعيش حياتي بهذا الشكل يعني في أشياء أعرف أن أنا ممكن أسويها وأرضي نفسي بس في النهاية ضغط الرأس وصداع
كلام مضطر اني اجامل، ما اضطر اني اجامل، اضطر اني يعني اجاوب تساؤلات اللي يحس انه هو رقيب علي. اوكي، الا وهو المجتمع. مو المجتمع عنده تساؤلات بدن دحين ما تخلص. يعني ما اتكلم عني انا شخصيا، اتكلم بشكل عام نحن يعني، وما اتكلم عن المجتمع العماني، المجتمع الشرقي بشكل عام يحس انه هو يقدر يعني يقول لك ليش وكيف يكون وصي رقيب. بالضبط. انت ليش تلبسين شيله، ليش ما تلبسين شيله، ليش شعرش طالع، ليش شعرش ما طالع، دوكم هذه ما اعرف ايش يعني. وكميه التعليقات اللي احذفها اللي تكون يعني على هذا المنوال، ف تخيل انا هذا وانا كذا يعني، اوين انا احس ان انا قاعد اسمع الكلام، فما بالك لو انا ما كنت اسمع الكلام. ما اعرف كيف، بس انا احس انه ان نحن كمجتمعات شرقيه، بغض النظر انك كانت انسان من فئه الاناث او انسان من فئه الذكور، انزين حتى نحن مثلا كاشخاص او ككل المجتمع يحس نفسه انه هو لازم يتدخل في حياتك. لما يجيني شخص مثلا يقول لي يا اخي في اشخاص يتدخل في حياتي، يقول لي كذا، يقول لي كذا، بس انا ما اريد يقول لي، اقول له لا تلومه، هو لوم نفسك لانك انت اعطيت المجال. صحيح صحيح. وهذه يعني ترجع يعني الى عامل نفس الشيء، اهلك في البيت كيف يعاملوك، هل يعطوك الحريه او لا. يعني انا الحمد لله يعني ابوي الله يحفظه يعني طريقه تربيته لنا يعني كانت تقريبا نفس الفكره، انه اوكي انتم جزء من هذا المجتمع، احترموا المجتمع، ويعني راح تضطرون تسوون بعض الاشياء اللي يعني الكل يعني يتفق عليها، وفي نفس الوقت عندكم حريتكم الخاصه في الاشياء اللي لا تقبل التنازل، مثلا مبادئنا، حريتنا في الشغل، التخصص الدراسي، مين نتزوج، هذه الاشياء اللي هي يعني ما فيها مساومات. فهذه الاشياء تزرعها في ولدك ولا في بنتك، وتثق فيهم ان هم لما على كبر قادرين ان هم يتخذون القرار المناسب. فاحس جزء كبير عامل الوالدين يعني في الاسره تلعب دور كبير، دور كبير في التشكيل اللي هو حتى كثقتك كشخص. يعني مثلا في اشخاص ما نركز الضوء على اللي هو الإناث، لكن حتى في ذكور يعني يوصل لمرحلة أنه هو يوصل حتى مثلا يتعدى 30 لكن ما عنده ذيك الثقة في أنه مثلا يتخذ قرار، أو مثلا تصير معه أي مشكلة يروح يرجع مثلا لأبوه. أوكي أبوك خلاص، بس لي متى بيجلس يعلمك هو يتزوج بنت عمته؟ بالضبط. أنه يكون كل شيء مفروض عليه. وأنا عرفت توصلني قصص كثيرة كثيرة سواء من الطرفين، لكن على الأغلب من اللي هو طرف الإناث إنه هذا شيء مفروض، ما في مساومة، أنت لفلان إنزين وفلان لعلان. برغم أن هذه أشياء اللي هي مثلا الزواج أو أنك تختار شريك الحياة، هذه أشياء لا تقبل المساومة، إلا أنه حق اتخاذ القرار أو الاختيار في هذا الموضوع هو مسلوب تماما، فما بالك إذا هو يطالب بحق أنه مثلا يعيش أو يعبر عن رأيه. أنا شوية أختلف معك، وهذه النقطة لازم أوضحها عشان الناس اللي إذا شافت المقطع اللي قبل من غير ما تسمع التكملة بتقول أوه هذه دارين يعني إيش هذه. شوف أنا أؤمن ب يعني الحرية في اتخاذ القرار اللي أنت تريده. أوكي. حتى الشخص اللي قرر أنه هو مثلا يدرس التخصص اللي قالوا له أهله درسه، أو يتزوج الشخص اللي أهله نفس الشيء قالوا له، هذا كان خيار قدم إليك وانت سمعت الكلام. انا ما راح يعني ما بتشوفني اقول اه والله ليش سويت كذا او ليش ما عاتب وكذا، لان انا مثل ما اتوقع ان الناس ما تتدخل في شؤوني، حب لاخيك ما تحب لنفسك. فانا ما اريد حد يحكم علي ويسالني ليش اذا انا ما بسالك. ففي النهايه هي قد تكون اشياء او معتقدات او اراء انا اؤمن بها لنفسي، لكن الغير حر فيها تماما، هذا شورك يعني تريد تسوي اللي تريده، أنا ما بتدخل. فنرجع لنقطة أنه أنت كيف تتفاعل أو كيف تتعامل مع هذا الموقف. في يعني ميل شديد للعب دور الضحية،
أوكي. أنا هذا ضده تماما. يعني في شوف إحنا في النهاية صغار ولما تربينا وكذا ما مشكلة نسمع الكلام، ما عندنا الخبرة الكافية إن إحنا نتخذ قرارات المناسبة، لكن لما خلاص صرت دارس ومتعلم وعندك خيار وعندك فكر وعقل وكذا وتجي تقول لي فلان قال لك وانت سمعت الكلام وانا مسكين انا غصبوني انا ما اعرف ايش، لا 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 سوري انا ما اقبل. فهذا لعب دور الضحية سواء من ناحية البحث عن عمل. هذه يعني نقطة كبيرة انا يعني هذا رأيي فيها، من ناحية الأمور الاجتماعية دراسة التخصص، وكثير ناس يكتبوا لي في الانستغرام ما أكثرهم اللي يعني يشتكون من هذه الطريقة. في النهاية أنت بتقولهم أنت إيش سويت، كيف دافعت عن نفسك، لا تقول لي حتغصبني، لا تقول لي حتغصبني، أنت اخترت أن أنت تتفق معهم وتسوي لي هم يريدونه. أنا يعني فلا لا لا تلومهم لما هم يدخلوا لأنك أنت عطيت من مجال إنه هذه حرية. يعني الله خلقنا أحرار، يعني مثل المقولة يعني ولدتهم أمهاتهم أحرار، يعني لا تعقل لهم. هذا أسهل شيء في العالم، الدولة ما سوت، الشركة ما سوت، المعرفة إيش ما سوت. أنا كان ممكن أن أنا نفس الشيء في اللي صار لي في الوظيفة، أنا أقول آه والله هم سووا هم أعرف إيش وكذا، وفي النهاية لا أعرف أطلع من هذه الحالة العاطفية أو الحالة النفسية اللي أنا كنت عايشة فيها. وفي اختيار أن أنا أقول أوكي خلاص هذا اللي صار، و أنا إيش بسوي الحين، يعني كيف أنا بتجاوز هذا الموضوع. وهذا الشيء يسري على كل الأمور الحياتية، يعني عقلنا أكبر مما نتخيل، وقدرتنا البشرية في التحكم في قراراتنا ومستقبلنا لا نستهين بهذا الشيء، لا نستهين فيه أبدا. إذا أنت اعتبرت نفسك خليفة الله على الأرض، إيش دورك؟ إيش دورك اللي أنت قمت فيه؟ هل أنت تحسب أن هذه البيئة أو الأرض أو المصادر والموارد البيئية موجودة للأبد؟ من خبرك هذه النكتة؟ وفي نفس الوقت هل هذا يعني أن الله عطانا كل هذه الخيرات أن نحن يعني ما نعمل على يعني أن على استدامتها؟ أوكي. يعني هي دائرة مرتبطة ببعض، يعني كل ما أنت عطيت كل ما أخذت، وكل ما أخذت وما عطيت هذه نفس الشيء لها نتائج. فأحس أن الإنسان اللي يعيش كذا يعني مال يقوم الصباح يروح الدوام يرجع البيت يتغدى يطلع ينام، إيش هذه العيشة؟ أهم شيء الأمن والأمان. لا لا لا، في أكثر، في أكثر من كذا بكثير يعني. وإحنا ما مستوعبين الدور اللي قاعدين نقوم فيه لإيذاء البيئة. أعتقد أن كل إنسان هذيل اللي يرمون في الأودية، اللي يرمون في البحر، اللي يستخدمون البلاستيك يعني بدون أي يعني تحكم، اللي ما عندهم هذا الوعي أن أنا أوكي أنا إيش أثري على هذا الكوكب، هذا إيش من عيشة عايش، يعني ضمير نهي، يعني عيشة بمقدر نقولها بدون مسؤولية. يعني طبيعي ان الشخص اللي يعني من لما كنا صغار مسابقه محافظة على النظافه والبيئه في الصحه المدرسيه وجوائز وهذه الاشياء كلها، في النهايه 12 سنه هو في هذه المسابقه ويطلع فيها الاول، يجي يتخرج اول ما يتخرج يرمي الزباله في الشارع. ف يعني هي يعني مثل مزيج من عده يعني عوامل. هل انت متعود ان الهنود يشيلوا عنك الزبالة؟ هل انت ما تنظف بيتك؟ هل انت يعني ما عندك اي حس رقابي، رقابة ذاتية؟ او هل تنتظر القوانين تنفرض عليك؟ يوم تدفع 100 ريال عشان انت عقيت شيء من السيارة، هذيك الساعة بتحس بقيمة اللي انت سويته؟ ليش تنتظر؟ ليش تنتظر؟ في النهاية الاجر عند الله اكبر واكبر، يعني احنا ما قاسين نتكلم عن فلوس ولا خير تسويه لحد وكذا، هذا كله يعني حسنات من عند رب العالمين. صحيح صحيح. ما أعرف أحس يعني هذه أشياء مثل بديهية لما أجلس ويكلموني عنها، والله تصدق مرة أنا أستثقل،
يعني انا بجلس اخبركم ايش اهميه البيئه، بجلس اخبرك انت لما تفتح الشباك يعني ترمي هذا ايش هذا المنظر الحضاري يعني غير حضاري اي يعني بالضبط اي يعني انه وش جالس تسوي بالضبط ما اعرف ايش اللي قاعد يمشي هنا كله لان انتم من يعني من مثل ما اقول من المجال نفسه شايفين اكيد ما اريد اقول بلاوي بس شايفين اللي هو والله شايفين بلاوي شايفين بلاوي وعارفين خطوره الموضوع بس الشخص العادي ممكن ما يستشعر لكن نقدر نقول ان ترى يعني نحن جزء من البيئه جزء لا يتجزا والله انا اقول لك يعني في النهايه يعني الكون كله مرتبط ببعضه لا تعتقد ان انت هذاك اليوم اللي عقيت فيه الزباله ما بيرجع لك وما اقول يرجع لك بشيء زين فكروا في هذه النقطه الكارما هو الطاقه والمعرف مو كل هذه السوالف اسهل من كذا بكثير انت اذا تسوي شيء خير يجيك خير تسوي شيء ما زين والله بترجع لك فيعني لا تحط نفسك في هذا الموقف لا تحط نفسك في هذا الموقف اللي انت يعني بتندم وبتتفاجئ انه هذا الشيء البسيط اللي انا كان ممكن اتفاداه جاب علي هذا النتيجه يعني وايد اسهل من كذا الموضوع انت في غنى عن هذا الشيء كله بالضبط بالضبط ذا دارين كانت والله يعني انا جالس اشوف الوقت اقول طار الوقت طير الوقت تقريبا تم بيعدين ال 45 دقيقه وهذه من الحلقات اللي شايف لما هذه المحاسن السوشيال ميديا ان في اشخاص تعرفهم وتعرف وايد اشياء عنهم بس الفرق الوحيد انك ما التقيت فيهم تقريبا هذا الشيء يصير مع معظم الضيوف معنا زين فكانت حلقه جدا عفويه حتى لدرجه ان المحاور مرة منا ومرة منا ومرة منا بس أتمنى إن إحنا طلعنا تشريف الشرف لنا أتمنى طلعنا بحاجة أو بمحتوى جد مثري على الأقل إن شاء الله أنا يعني يعني كنت صريحة لكن أتمنى إني ما أكون زعلت حد لأنه الحقيقة لازم تنقال لا يعني إن شاء الله ما حد يزعل كلها في رفعة هذا الوطن رفعتنا نحن كبني آدمين أكيد أكيد شكرا شكرا جزيلا جماعة الخير لايك شير سبسكرايب حسابات الضيفة بتكون موجودة تحت في صندوق الوصف إذا عندكم أي استفسارات أي أسئلة ممكن تحطوها في صندوق الوصف إذا حابين تدعموا البرنامج ولو بشيء لأن تعرفون أن إحنا بعد نطول لها إنزين إحنا جالسين يعني ما نقول يستاهلوا أيوه مداري من الضيوف الحلو إن الضيوف يعززوننا إنزين حاطين إيميلنا تحت بشكوري على المشاهدة و إلى اللقاء جلسة كرك حوار مشترك بين الشبلي والهناء يركز معنا واستفيد يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليد بودكاست بودكاست بودكاست, بودكاست.